طبعا انتوا عارفين قصة حسام. حسام خطف شهر خمسة، ومن ثاني يوم من ثالث يوم تم اجتماع الزوري في رسائل طالبين مليون دولار مسكر بالمعادل 5 مليون دينار ليبي. وصلت معهم يا جماعة، كلام هذا المبلغ هذا كبير والكلام هذا مسير يا جماعة، خشوا النظام يا جماعة، دار اسمها زرقاء مليون دولار، ام هذا ولدها نقلوه نصلحوه، تم 24 ساعة الزوري في رسائل صبح عشية ليل، ونكلم الجهات الأمنية، الجهات الأمنية يقول يا جماعة أرسلوا المكالمات وما فيش، كل يوم كل رسالة جي نكلم في جمال العمامي، يا فندم جمال رانا قاعدين على خط، أنا تبعوا فيه ما نمشوا جاي نشوفون هذا طلع من هنا، المهم ما وصلناش الزبدة بكري. شهر سبعة قاعد الحوش راقد قد نبضوني العيال قالوا لي يا باجي عندك رسالة عن واتس على المقطع. عليت لقيت الجماعة حاطين ولدي على كرسي مكتفينا سلاسل تحليل المشى قطر قصدوا عليه بالصبع، فهمت؟ وقالوا لي راه المقطع هذا يوصل نقتلوه. طلعت انا طول الساعة 4 الفجر، طلعت انا وولدي نجاره، كلام جمال العمامي قال لي تعال لي، تلاقيت انا وياه في شارع فينيسيا، فهمت؟ وريت المقطع قال لي خلاص الساعة 11 بالضبط تجيني في المديرية وان شاء الله خير. روحت الحوش طبعا تميت مطمر هنا في الريح اللي عند الصبح. جاء الصبح نوم جت الساعة 11، جيت الفندق جمال رديت عليه، رد علي قال لي تعال لي في الوزارة. خشينا خشاش على فرج العين، المهم تحدثت انا فرج العين وريت المقطع، اتصل بصدام قدامي وراها المقطع، اتصل بخالد حفتر واتصل بالتميمي وقالوا على اساس نجروا وان شاء الله بيكون الله كل خير. طبعا تكفل بالقضية بارك الله فيه، وما عندناش فيها جميل، ولد عمنا وفزعتنا ناجي جازوي وما قصر هو وجماعته واخوته والشيخ عبد الكريم وجماعة كلهم الجار، وجاء الفندي حميد العجل وما قصرش. بعد تقريبا شهر ولا 20 يوم رن علي جمال العمامي الفجر قال لي يا جبري راهو تو مسكنا اعترافات في قضية الأوجري وراهو احترفوا وقالوا نحن وعملنا مجموعة اللي خطفنا حسام الجبري. فقال لي بعد سألتهم لقيتهم جماعة الخمسين جماعة محمود المرفلي. قال لي لقيت الموضوع كبير وأنا بيني وبينك هذوما أنا وياهم مشهد واحد. قال لي كلمت صدام وجماعة طارق بزياجة وخذوا المتهمين الثلاثة وعدوا بهم. الكلام اللي وصلني هنا في الصبح على تاخذوه شفوي ما فيش حاجه موثقة لكن شفوي. جاني من اخيه في الصبح قال لي يا عمي حصار راهو امس ذهب مزرعه في سيف رج وراهو لقوا فيها حسام. وحسام خذوه عنده بيش هو طارق بن زياد اليوم هذاك. قلنا معهم كلموني جماعه طارق بن زياد قالوا لي روح حسام ده، قالوا لي معناها ان شاء الله ممكن ياخذوا اقوانه ويطلقوه. تمينا نرجو جاء المغرب ما صار شيء، بعد رنوا علي قالوا لي سلم عليك فدي صدام وقال لك عندي يسلم ولدك من عياده الطارق. مشينا من هنا قلعوا الجماعه كل مشينا عياده الطارق ما لقيناش العيل. رنيت على الحشيبي قلت له يا راكي صار؟ قال لي والله صالح الماكي هو اللي قال لي كلام هذا، صالح الماكي قاعد وقال لي انا متحمل مسؤوليه كلامي. فصالح قال لي والله يا حاج حسن رن علي صدام وقال لي يقول الحاج حسن جبري عندي ولدها راهو في الطارق عندي ياخذه وانا مسؤول عن كلامي، وعد يقولها صدام ويقولها صالح الماكي هو قال كلام هذا. ما كيف قال لي والله تو رديت عليه قالوا لا واحد اعطانا معلومه غلط. قلت يا راك كلام هذا ما تقولش لي انا، مال تو بيقدر يرد علي صدام ويعطيه معلومه غلط. قلت انتم العيل ماشيين به شرع عياده طارق والكلام اللي وصلني، لكن بعد قالوا لكم لا راهو جوازي جو جاردين على المستشفى قالوا له صوصوا عليه وقالوا له قيس راهو بتنقلب الدنيا كلها خذوا العيل دسوه. عديت لهم كم مره طارق بزياد ومره خليت معي الحاج فرج حفتر وخشيت به طارق بزياد وقلت لهم ولدي جوا قالوا لي من قال؟ قلت لهم بوهديمة والمنطقه مغازي اللي جيني يقول يا راه ولدك في طارق بزياد. يا جماعه كان ولدي قاعد جوا طلقوا لي ولي تبوه تبوا بيان هي اقرار اني انا حتعات علي ما فات حتى الجناه هذول مش مدورهم اعطوني العين. لا والله ما عندنا، كان عندنا شو نديروا به. اخر مكالمه ومقطع دزوه لي بعد حدون من جماعة الشركة على صور طارق بن زياد. بعد عدينا الغالي واحد يقول لي واحد جماعة البحث، قلت له من جماعة البحث شيء ولدي قاعد جوا والتليفون اللي جاني من طارق بن زياد من جوا. قالوا لي كلام هذا ما فيش، قلت لهم يعني التقنية اللي عندك تقطع المكان من صور طارق بن زياد من جوا ما تطلعش من برا ما تطلعش من جوا. المهم قلت لهم انا عندي يقين 100% ان ولدي عندكم، اعطوني العين وكما قلت لكم انا ما فيش واحد جاز ويجي يجيب لكم مكان. خلاص اللي صار صار، المهم العين به.
الهبطه هو من شهر 8 تمشي بظن الحق. لا خلوني نطلع رسائل التحقيق ولا عبري الاسامي ولا حتى اللي جبته انا شاك فيه وسلمت لهم واحد منفي عاد ضيوه وهو تو مسيب حوش ثلاث صور مختفي بك. قلت يا احمد الصصاعر والعيد هذا انا شاك فيه وراه يطلع طرف القضيه مش شبههم لكن انا شاك فيه هو المحرش عليه. يطلع قلت انت تتحمل مسؤوليته. ومن هذاك اليوم لي بعدها مدة شهرين اتصلوا بينا جماعة الجوارشة لأن فتحنا محضر احنا في الجوارشة قالوا بيكم وكيل نيابة محمد الرملي. عديت غادي في بعضي قاعد يروا تو القضية حولوها من عسكرية إلى مدنية. خذ الأقوال بتاعي وأعطاني الأسامي تو سرد أخوي عبد المنعم وقلت لا ما نعرفش فيهم حتى. فقلت يا أستاذ محمد ولدي وين؟ طب وسكر الباب بتاع المكتب وقال لي ولدك عند حسين الفرجاني. قال لي هذا سنكوح حشان الناس اللي قدامي هذا تو ابوه وكياله طارق بزياد لجنه القبض وراه مذكور ذاكرين كلهم وطايقين وما حقوش ما طارق بزياد بك. قلت باهي ليش ما قبضت عليه ودرس. قال لي انا عندي اعترافاتك ما عنديش من يقبض عليه. قلت باهي ديلي الكلام هذا اكتب لي فرقه ديدي حاجة رسمية ثم عدي جبلك والحي والميت اللي من درشتك قلت بها كيف يا استاذ محمد؟ فهمني الدنيا هذيك ماشية كاني غابة تو نخشوها الغابة نحن. المهم من هذاك اليوم بكرة بعد بكرة بكرة بعد بكرة بعد صحة الساسية لا وصلنا حتى النجدة حتى الحاج جبل العمامي بارك الله فيه تواصل معنا ما قصرش لكن بعدها نجي عند غادي نبيه نرن عليهم ما يخشونش عليه. حاج جبل في الجامع قبل سنة في الجامع بتاع المديرية فهمته قال لي والله يا حسن سمعت ان انا جماعه قبضت عليه وسلمتهم طارق بزياد بعد الموضوع طلع من اليد. لكن كون انا حسام لقوه سمعت ان لقوه لكن شوفوا بعيني ما شفتش. ما تمسكش علي. رنيت علي فرج قعيب رند علي اليوم هذاك قلت يا فرج ترى دزوني مقطع اخر قال لي يا حسن ما توجعش راسك ما تدوخش روحك وولدك عند حمزه مبيه وشلته. هذا وزير الداخليه. وكيل. فمن هذاك اليوم يا ظل عم يقول لك كم شكاره بيدان راك مقصرت معايا كم ثمان شهور نحن في الاجتماعات على المباشر ما فيش يوم شفت انكم اطرقتوا الاسم حسام.